هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بالنسبه لينا حنا يعني كما شتي اللقاء داز في الاول يعني متكافئ، كان دائما الماتشات ديال الراك والرجاء تيجوزوا انهم ديربي ما بدون مركب نقص، فالاغلبيه ديال اللاعبين اللي تيكونوا في الراك يعني يكونوا دائما دازوا في الرجاء، فيعني الاهم عندنا هما حنا نشوفوا هذاك لا ديسيبلين تاكتيك وهذيك الروتور من يتمارك عليك الهدف تترجع في النتيجه مع تضيع مجموعه من الفرص اللي صراحه يعني داخلين في الكره يعني تتسالي لانيماسيون تتسالي بلوفونسيف، هذه شي حاجه اللي مزيانه. الوليدات حنا ما تركزوش لهم بزاف على تنبغيو الريزلتائيه وهذاك الشيء، ولكن اهم عندنا هو التكوين. فالحمد لله يعني كما قلنا يعني التغييرات كانوا في المستوى، قلبنا الخطه من 4-3-3 ل4-4-2 يعني هذا الشيء مترينين عليه، فيعني نتمنى واحد سعيد للوليدات وتنشكر اللعابه اللي يعني تيبقاو محافظين على لو فون جو ديالهم. يعني الانسان تيكون خاسر ما تيبقاش يلعب هذاك اللعب طويل هذاك لو جو ديريكت وهذاك الشيء، فهذا يعني الحمد لله داخل في التكوين ديال الدراري. وحنا المسار ديالنا يعني بالنسبه للاعبين حنا اهم عندنا هو اننا نعطيو البروفيل اللي غيلعب في فريق رجاء البيضاوي مع اللاعب دائما على البطوله وتجيب الكيسان، وهذا هو يعني تال الدومي فينال اللي وصل ليه المنتخب، يعني ولا تعطي اللعابه حافز وليتي تشوف يعني ليسبوار لاعبين بلي برينسيپ ديال لي جو، تيبان لك ما كاينش هذاك التطوع ما كاينش لو جو ديريكت، فهذا الشيء شرف والحمد لله وشكرا. فيعني هذا هو المبتغى ديالنا، يعني هذا هو المبتغى ديالنا ان شاء الله. فاحنا احنا يعني كاينين تكميله، كاينين ولاد المدرسه، كاين اللاعبين اللي تتشريهم، كاين هذا كامل داخل في اطار انك تعطي واحد المنتوج مزيان. فاحنا يعني البروفيل راه حنا خدامين عليه، حنا نعطيو اللاعب اللي تيموت على الرجاء اللي تيموت على التوني اللي تيتقاتل بهذا المعنى، هذه يعني المصطلحات هما اللي تيبغي الجمهور فريق رجاء البيضاوي. خاص شويه الصبر، يعني كما تنعرفوا الامور غتمشي في يعني في مسار بوزيتيف ان شاء الله. كما تشوف الاكاديمي يعني السي عزيز هو ما مخليش من الجهه ديالو، واخا يعني كنعرفوا المشاكل ديال ليكيب بروميان وهذاك الشيء، فالحمد لله يعني الكاتيجوريات غادي مزيان، فيعني نتمنوا من الله اننا نمشيو مزيان. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.